كلمة أخيرة أقولها الآن بالنسبة لما يعيشه العالم السلمي، وهو أيضا أثر من آثار هذا النقوص والتردي الذي تعيشه الأمة الإسلامية، هذا الذي يقع فيه في فلسطين مع الأسف الشديد. الناس يتكلمون الآن في كل شيء إلا في قضية فلسطين، وهذا بداية الخذلان والإعراض عن الواجب الشرعي. الإنسان يجب عليه أن يجعل هذه القضية قضية المسجد الأقصى قضيته الأولى، وأن يتكلم فيها مع أهله ومع أصدقائه. ما بغاوش الناس يتكلموا فيها شيء، الناس ما تكلموش فيها شيء. احنا كواحد تكلمنا في ربما في شيء درس ولا شيء، احنا تكلمنا في شيء أخرى. يجب أن نجعل الناس أمام الواقع وأمام المسؤولية، لأن الأصل هو الوعي. هذه دولة اختطفت هذه الأرض، هؤلاء ناس جمعوا جمعا وكل جاء من جهته، وجاءوا بقوة غاشمة ظالمة، استغلوا مرحلة من مراحل ضعف الأمة الإسلامية، وكان هناك انتداب بريطاني، ثم أعطى الإنسان الذي لا يملك أرضا لمن يستحقها، وأخذت الأرض والمسلمون ضعفاء ومشتتون. ثم ما زال ذلك الأمر يتوالى، وكل يوم يزال من فلسطين جزء، ويحاصر الناس وتقتلع من الناس ممتلكاتهم، ويهجر عدد من الناس، ويعاقب الناس عقابا عيب. أن يكون هذا العقاب في القرن العشرين أن الإنسان مثلا حينما يقع له مثلا إشكال والاستشهاد أن يهدم بيته. هذه العصور، عصور انحطاط. نقول نحن إسرائيل دولة ديمقراطية، هم الديمقراطية أن تهدم بيتا؟ هو هذا السيد ليش هدم البيت ديالو؟ يمكن كيمشي يمشي مباشرة وتهدم البيت. هذه من رعونات القرون السابقة. ثم ما زال الأمر كل يوم الناس ينتظرون هذا الواقع العربي كيف يؤول إلى هذه الحالة من ضعف وانهيار، ومباشرة أي بعد ما داروا هذه الفضيحة في الشرق وحرضوا المسلمين بعضهم على بعض، ويدخلوا في كل واحد اللي يدخل ما كانش يدخل بالصلح، كاين اللي يدخل بالصدام، وشتنا كذا وداو لنا الأموال البقية تاتي. وهذه الفرصة المناسبة، فإذا بهؤلاء يمعنون في عدوانهم. الآن استغلوا حادث من الحوادث وفرضوا الآن قوانين أكثر صارمة، كانت موجودة صارمة، وفرضوا هذه المداخل أو البوابة الإلكترونية على أساس لا يدخلها من هنالك إلا إنسان بعد أن ينظر إليه. بحال كل واحد لما داخل في الطيارة ما غاديش يدخل غير كيما خاهم. الآن يعانون الذين يأتون من الخارج، يعانون ويمرون ببعض الحواجز ويعانون، ولكن الآن معاناة تبدأ لهم بداية من المسجد. هؤلاء وضعوا هذه البوابات، وضمنها بوابات أخرى ستكون خاصة باليهود، لأنهم يريدون أن يدخل اليهود الآن إلى المسجد الأقصى. حينما تفتح البوابات ما غاديش يكون غيركم، قلت لكم أنتم ما بغيتوا عندكم 30 بوابة، ولكن كاين واحد 10 اللي خصهم للمستوطنين. هيا حينما تنصب هذه البوابات سوف يمتنع عن الفلسطينيين أن يرابطوا، وأنتم تعرفون على الرباط. الفلسطينيون يوميا ذكورهم وإناثهم يبيتون في المسجد الأقصى خوفا عليه، ماشي اليوم، دائما يتداولون. هناك حركة المرابطين في لا يبيت هذا المسجد فارغا، وإلا سيحتل في اللحظة التي يغيبون. هم يدافعون عنه، لذلك تلاحظون دائما تكون واحد بعض المرات صدامات، ويكون بعض الأسلحة تستعمل في المسجد. إذن فلما يجي هذا سوف ينتهي الأمر بأن هذا حالات أخرى كان يجتمع فيها الفلسطينيون، حالات الصيام والإفطار في رمضان ستصبح ممتنعة، حالات أخرى أن هؤلاء هذه المداخل لن يمر منها شاب أبدا أقل من 50 سنة كما ترون. معنى أن الشباب يجب أن يعزل عن قضية فلسطين، ولن يكون له فرصة ليرى المسجد الحرام إلا المسجد الأقصى إلا في الصورة.
أن هذا سوف يفصل أهل القدس عن إخوانهم خارج، لأن الناس الذين سيأتون لن يتمكنوا من الدخول، وأهل القدس يعانون كثيرا، ويطلب منهم أن يبيعوا أراضيهم. وتعرفون أن أرض من الأراضي أو دار من الدور التي هي الآن في فلسطين يعرض فيها الإسرائيليون الأموال، مغاربة كانوا اشتروا دارا، فاللي كانوا مكلفين كان الناس يأتون لنا ليشتروا دار، مش هم الحكومة بأثمنة باهظة، تبغي هالدار تبغي تعطوا فيها 5 مليار، نعطوك 10 مليار، نعطوك يخرج. وكان هؤلاء الفلسطينيون الآن الذين هم الآن موجودون تعرض عليهم وهم فقراء لا يجدون ما يأكلون، وحوصروا داخل هذه البلدة، وهالتضييقات منعت الناس من أن يصلوا إليهم، وفرضت عليهم أن يتركوا أماكن تجارتهم، ولا أحد يستطيع أن يشتري منهم، لأن الإنسان الذي يشتري منهم لا يصل. فهذا حصار خارق كان من قبل، ولكن الآن تجسم في هذه المحاولة الأخيرة. ولذلك كانت هذه انتفاضة جديدة الآن، مشي عملية عابرة، انتفاضة من أجل الأقصى. المسلم الذي لا يفكر في هذا يجب أن يراجع إيمانه. هذا مكان تحدث عن القرآن وذكر قدسيته وحماه المسلمون في التاريخ وحافظوا عليه. حينما كان عمر الخطاب قد دعي إلى أن يصلي في كنيسة القيامة امتنع وقال أخشى أن يأتي المسلمون فيأخذوا منكم هذه القيامة، هذه الكنيسة، رفض. إذن نحن حمينا كنائس المسيحيين، المسلمون حموا، وأقدم الكنائس في العالم هي موجودة حيث كان المسلمون موجودين، كانت الدولة الإسلامية قائمة، لم نعتدي على أحد، وبقية الكنائس وبقية معابد وبقية طقوس قائمة في رعاية المسلمين. لكن الآن والمسجد الأقصى يحاول الناس هدمه، وكانت هناك مؤامرات متعددة، ومنها الأقل ما قالوا بأن فلسطين إسرائيل لها الحق في باطن الأرض وأن الفلسطينيين لهم الحق في الأعلى، في انتظار أن يهدموا هذا ليقيموا شيئا من وهمهم اسمه هيكل سليمان، ولم يجد له أثر. إذن أقول هذه القضية يعيشها المسلمون بإيمانهم، وهؤلاء الذين يكرهون المسلمين في فلسطين لأنهم يرون أنهم الذين لا يسمحون بتمرير المشروع الصهيوني، يكرهون الإسلام لأنه هو المقاومة، وين يقاوم؟ الذين يقاومون لدينا إلى أين يذهبون؟ يذهبون إلى المسجد الأقصى، الذين لا يصلون لا شك لهم إلى المسجد الأقصى، يذهبون إلى المسجد إلى الأقصى ولا أدنى، الذين لا يصلون الذين يحاربون المسجد في بلادهم، الذين يحاربون المسجد في هذه يدافعون المسجد الأقصى. لذلك هذه قضية الأمة الإسلامية وقضية الإيمان. الذين هؤلاء الذين كانوا دائما يدافعون عن العدو الصهيوني ويرون أن هنالك فرص للتطبيع معه، هؤلاء لا يعنيهم المسجد الأقصى ولا المسجد الأدنى ولا يريدون المسجد في أرضهم، لا يريدون المساجد. هؤلاء هم معروفون بأنهم يعرفون بأن الإسلام هو سر بقاء الأمة وهو ضمان بقاء الأمة على ما هي عليه، فيتمنون زواله إرضاء لهؤلاء الذين هم معهم ينتظرون أن يزول هذا الإسلام. إذا أنا ذكرت لكم هذا فقط من أجل التوعية به ومن أجل وضعه في الاعتبار، لكن هذا لابد أن ينقل ولابد أن يتحدث بهذا، لأنه حرام جدا أن الناس يموتون دفاعا عنه، إنه مسجد الأمة الإسلامية، مسجد الأقصى في القرآن، وهو جزء من وذات حسمها في مسجد الأقصى سبحانه وتعالى من كاصف، وكل مرة نجر عور وكل نجر خلافات المسلمين، وهذا الذي يقعوا فيه المسلمون تافه، هي تفاهات متتابعة. ولكن نحن الآن كأمة باقية استلمنا هذه الأمانة وهذه الرسالة، الآن المسلمون حافظوا على هذا المسجد، دافعوا عنه ضد الصليبيين الذين جاءوا من كل أماكن، ودائما المسجد كان محميا،
إلا في فتحاتنا هذه يبدو أننا أصبحنا مترهلين. ما يكتبه الناس كله ضد الإسلام وكله تنقيص من قوة التدين عند الناس. نحن الآن نسمع ونقرأ أشياء الذين يؤمنون بتلك الأشياء لا يمكن أن يكونوا من حملة من حماة المسجد الأقصى. الذين يدفعون بتلك الاتجاه، الذين يطعنون في الدين، الذين يدعون إلى نشر البغاء في المجتمعات الإسلامية، الذين يحاربون كل ما هو ديني وكل ما هو إسلامي، لا ننتظر منهم أن يكونوا من حماة هذا. هم أولئك جزء من المشروع الآخر، ولكن الأمة الإسلامية يجب أن تعلم هذا. فهذا الآن باش نتكلموا بالكلام، ماشي نتكلموا الكلام الصاخب الباطل اللي ما عندنا ما نديروا به، هذا كلام لأنه مسؤوليتنا نحن الآن أمر الله تعالى. سيسألنا عن هذا، سيسألنا عن هذا الذي نحن في صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعرفون ما قام به، وكان حريصا على تحرير المسجد الأقصى وقد وقع في يد النصارى، ومات من أجله جمهور كان يقولون إن الفارس من النصارى الصليبيين كان يخوض في نهر من الدماء، من دماء المسلمين الذين وقفوا من أجل حماية هذا المكان. وحينما أراد الله تعالى له لهذا المسجد الخير كان صلاح الدين حاضرا، وحينما أراد أحدهم أن أحد العلماء أن يقرأ عليه حديث الركوب، حديث الركوب حديث مسلسل، أي حينما يتحدث الإنسان يتحدث بهذا أو يقرأ هذا الدعاء كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قرأ الدعاء ابتسم، فقرأ عليه المحدث هذا الدعاء وابتسم، فقال صلاح الدين إني استحي أن أبتسم. ولا في قراءة الحديث المسلسل، هذا حديث مسلسل بالصفة، وهذا المسجد الأقصى أسير، أستحي أن أبتسم لأن الله سوف يواخذنا على ذلك. لكن حينما تيسر له أن يحرر هذا المكان دعا وقال اقرأ حديث لن تعرف سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مخلصين وإنا إلى ربنا منقلبون، اللهم انصرنا في سفرنا هذا بلا تقوى من عمل ما ترضى، اللهم هو يعني حتى تنهي الحديث تبتسم. قال الآن أقرأه، ثم ابتسم، قال الآن يحق لي أن أبتسم لأن المسجد الأقصى. نحن الآن نبتسم ونضحك ونلهو وكل شيء عندنا هين، لأننا فقدنا الدماغ ديالنا، فقدنا الدماغ ديالنا، وهذه مسؤولية، وهذا شيء حاسب الله تعالى عن أن نتفطن على الأقل بما يجب من توعية ومن دعاء. أسأل الله تعالى لهؤلاء المسلمين أن يثبتهم وأن يحميهم وأن يدافع عنهم، وأن يكون هذا إن شاء الله كل ابتلاء هذا لصالح هذا المسلمين. هذا كل ما يجيش ابتلاء الحقيقة ينهض في الأمة تدينها. الآن تعرفون أن هناك موجات من الرفض لهذا الفعل في العالم الإسلامي في أوروبا، وسيأتي شيء آخر من هذا، لا بد أن تكون هناك، ويعلم الناس أن هذا الإسلام لن يزول من قلوب الناس، وإن كانوا قد بذلوا الجهد الكبير بمشاريع وبمبادئ وبالأشياء الذين أرادوا أن يكفروا الناس، أعطوهم حرية التدين، الذين أرادوا أن ينشروا التنصير أعطوهم هذه المبادئ، روجها الناس من أجل إضعاف التدين للناس، ولكن مع ذلك هذه أمة إن شاء الله أمة مسلمة خالدة باقية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.